إسرائيل دقت ساعة الصفر من أجل اجتياح جنوب قطاع غزة. الأمر تم تأكيده من وكالة رويترز التي نشرت بشكل واضح تفاصيل مهمة من قبل المواطنين الموجودين في جنوب أو في شرق قطاع غزة، أو في شرق تحديدا خان يونس إلى جنوب قطاع غزة، التي أكدت بأن الجيش الإسرائيلي والطائرات الإسرائيلية قامت بنشر أو برمي هذه المنشورات على شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، والتي طلبت عددا من المطالب المهمة من المدنيين. نتحدث هنا عن هذه المنطقة الجنوبية، وهذه هي خان يونس، ودعونا نقترب من هذه المدينة المهمة للغاية والمحورية للغاية. ما الذي جاء في هذه المنشورات؟ الذي جاء في هذه المنشورات أنهم طلبوا من المواطنين الموجودين طبعا في منطقة خزاعة، وكذلك من منطقة أخرى ألا وهي منطقة عبسان. ومنطقة عبسان هي عبارة عن عبسان الكبيرة وعبسان الجديدة، أو عبسان الصغيرة كما يطلقون عليها أيضا، بالإضافة للمواطنين الموجودين في بني سهيلة وكذلك في القرارة تحديدا. طلبوا منهم التوجه مباشرة، ترك بيوتهم والتوجه إلى الملاجئ المعروفة، وطلبوا منهم الابتعاد عن مواقع تواجد الفصائل الفلسطينية قدر الإمكان، وذلك لأن هذه الفصائل ستعتبر أهدافا وستكون أهدافا في الساعات القادمة للجيش الإسرائيلي. وهذا يؤكد تماما أن الجيش الإسرائيلي الآن مقبل على اجتياح جنوب قطاع غزة والتوجه مباشرة إلى خان يونس. وطبعا سنكون أمام صفحات واضحة من هذه المعركة، ستبدأ بعمليات قصف كبيرة للغاية من قبل الجيش الإسرائيلي على مواقع الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد سيقتحم بدباباته وقوات المشاة الخاصة به هذه المواقع للاشتباك مع الفصائل الفلسطينية في المناطق طبعا المذكورة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، واستغلال هذه المناطق المفتوحة أيضا لمشاغلة الفصائل الفلسطينية قدر الإمكان، استطلاع القوة، إيقاع أكبر خسائر ممكنة، وضرب النقاط الدفاعية الخاصة بهم، وأيضا في نفس الوقت استغلال نقطة الضعف الموجودة في هذه المنطقة ألا وهي خاصرة قطاع غزة. لماذا هي تعتبر نقطة ضعف؟ بسبب المساحات المفتوحة الموجودة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن عمق هذه المنطقة أو طول هذه المنطقة يعتبر عبارة عن 6.6 كيلومتر، لكي تصل من خاصرة قطاع غزة مباشرة إلى البحر المتوسط. وبالتالي بالنسبة للجيش الإسرائيلي يمتلك تحشيدات موجودة في مدينة كيزوفيم، التي من الممكن أن يستغلوا هذه المنطقة ويستغلوا الطريق المؤدي وهو طريق كيزوفيم، يستغلونه تماما في عملية التقدم في هذه المساحات المفتوحة ليصلوا إلى الشارع الرئيسي المهم للغاية وهو شارع صلاح الدين، ليفرضوا سيطرتهم عليه، وبعد ذلك التقدم مباشرة ليصلوا إلى شارع الرشيد، ومن ثم الوصول إلى البحر المتوسط. وبهذا مع التقدم الذي شهدناه في الأسابيع الأولى من هذه الحرب الذي فصل شمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة، هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي من الممكن جدا، وهذا أمر مهم جدا وممكن للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، أن يقطع قطاع غزة إلى ثلاثة مناطق، وهي المنطقة الشمالية والوسطية والجنوبية، وبهذا يقطعون أوصال الفصائل الفلسطينية، يقيدون حركة الفصائل الفلسطينية، الأمور اللوجستية، التنقلات وغيرها ستكون صعبة للغاية على الفصائل الفلسطينية في ظل هذا السيناريو. وكذلك أن الجيش الإسرائيلي كما نلاحظ ممكن أن يستغل هذه المساحة المفتوحة، ليست هنالك الكثير من المباني بكل تأكيد، وممكن لهم أن يتقدموا لهذه المنطقة وأن يسيطروا عليها بمساعدة البحرية الإسرائيلية كما فعلوا أساسا في شمال قطاع غزة، بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب أن يسيطروا على هذه المنطقة، وبالتالي يصبحون أقرب إلى خان يونس. وكذلك في نفس الوقت سيفتحون جبهة أخرى، فأنت لديك جبهة بهذا الاتجاه وجبهة من الغرب، أي أن الفصائل الفلسطينية هنا ستعاني من مشكلة الدفاعات إن تم هذا السيناريو، بأننا سنكون أمام الجبهة الأولى القادمة من شرق خان يونس وكذلك من شمال خان يونس وأيضا من غرب خان يونس، وبهذا سيكون هنالك تشتيت كامل للدفاعات الخاصة بالفصائل الفلسطينية.
بهذا الجيش الإسرائيلي يكون خطر للغاية على هذه المنطقة، وأيضا يستطيع الجيش الإسرائيلي التقدم إلى مستشفى غزة الأوروبي في ظل الاتهامات الكثيرة من الجانب الإسرائيلي للفصائل الفلسطينية بأنها تستخدم المستشفيات، الوقود، المولدات والإمكانيات المهمة الموجودة في هذه المستشفيات، يسيطرون عليها ويسيطرون على هذا الطريق الذي ترونه أمامكم المؤدي إلى بني سهيلة ومباشرة كذلك إلى خان يونس، وهذا من الممكن أن يشكل ضربة كبيرة للفصائل الفلسطينية وتحديدا لحركة حماس، لأن هذه المنطقة هي تعتبر معقلا رئيسيا لحركة حماس، وهي أيضا تعتبر بشكل مهم المعقل أو النقطة أو المنطقة التي ولد فيها يحيى السنوار، وهو أحد أبرز القيادات في حركة حماس طبعا، وهو قائد مهم والمطلوب الأول بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وبالتالي هذه المنطقة مهمة حتى في مسألة الرهائن، فتعتقد ويعتقد الجانب الإسرائيلي أن أغلب الرهائن متواجدين هنا في هذه المناطق التي هي تأتي في بني سهيلة وفي خان يونس في ظل الكثير من الطائرات التي رأيناها التي تحلق في هذه المنطقة. لكن مسألة الرهائن هنا في ظل العملية البرية قد تعتبر سلاح ذو حدين، لماذا؟ لأن هؤلاء الرهائن من الممكن أن يقتلوا في ظل هذه العمليات البرية والضربات الجوية وغيرها الكبيرة المتوقعة في الساعات وفي الأيام القليلة القادمة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا ننسى بأن أغلب المدنيين كانوا قد نزحوا من المناطق الشمالية وصولا إلى هذه المناطق الجنوبية، بالتالي كثافة سكانية كبيرة من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية على المستوى العسكري أو غيرها متواجدين في هذه المنطقة، وهذا ما يفتح الباب أيضا لضربات ممكن أن تؤدي إلى قتلى بين المدنيين بأرقام أعلى مما رأيناه حتى هذه اللحظة في هذه الحرب، وهذا هو الذي من الممكن يصعب الأمر الإسرائيلي مع الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام. مسألة أغلب الرهائن مهمة للغاية بسبب الجنسيات طبعا الموجودة من الرهائن، بالإضافة إلى أن مسألة المدنيين أصبحت محرجة جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت قد أظهرت في الأسابيع الأولى من هذه الحرب قوة كبيرة باتجاه خاصرة قطاع غزة، عندما قام الجيش الإسرائيلي آنذاك بالدخول بقوة صغيرة مكونة من جرافتين ودبابة واحدة، فعلا دخلوا إلى هذه المنطقة، ولكن في الأمتار الأولى من هذه المنطقة جاءت الفصائل الفلسطينية لتدمر طبعا الجرافات ودمروا حتى الدبابة وهي موجودة في داخل هذه المنطقة طبعا التي نتحدث عنها في خاصرة قطاع غزة، وهذا ما وضح للجانب الإسرائيلي إلى أن الفصائل الفلسطينية منتبهة تماما لخاصرة قطاع غزة، وبأن هذه المنطقة ممكن أن تقطع أوصال قطاع غزة وتحاصر طبعا خان يونس وتجعل دير البلح أيضا محاصرة في الوسط، وبالتالي أن الفصائل الفلسطينية هي منتبهة أيضا تماما إلى أن الجيش الإسرائيلي هنا إن تمكن من قطع هذه المنطقة والوصول إلى المنطقة المفتوحة هنا التي نتحدث عنها، هذا سيغير وسيضعف من الطبيعة الجغرافية للمنطقة والعمق الذي تتمتع به الفصائل الفلسطينية، أي أنها ستقلل من العمق الخاص بها الذي من الممكن أن يكون مهما في المسألة الدفاعية للفصائل الفلسطينية، فعمق هذه المنطقة بشكل عام هو يأتي على مسافة ما يقارب 13 كيلومترا، وهذه المسافة تعتبر ضعف ما هو في شمال قطاع غزة أو حتى في وسط قطاع غزة، وهذه مهمة، العمق مهم على المستوى الدفاعي، يعطي قدرة للمناورة عالية بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وأيضا من الممكن يمكنهم من عملية إيقاع المزيد من الخسائر بالجانب الإسرائيلي، ومزيد من الخسائر مع مساحة أكبر هو يعني إبطاء الجيش الإسرائيلي، وطبعا الفصائل الفلسطينية تراهن على الوقت، كلما طال وقت هذه الحرب كلما كان في مصلحة هذه الفصائل الفلسطينية وكلما كان ضد الجانب الإسرائيلي، ولهذا الفصائل الفلسطينية ستعمل بشكل كبير لإيقاف أي تقدم بهذا الاتجاه طبعا، وهذه قد تعتبر معركة حاسمة بالنسبة للفصائل الفلسطينية قبل أن نرى التغيرات الكبيرة طبعا إن ما تحقق هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك لا ننسى الأنفاق الموجودة في هذه المنطقة،
المنطقة. فبحسب البي بي سي، نشرت طبيعة الأنفاق سابقا بهذا الشكل لقطاع غزة مما هو معروف على المستوى الإعلامي، وكذلك مما هو معروف من الجانب الإسرائيلي أو المعلن على الإعلام بشكل عام. تلاحظ شبكة للأنفاق معقدة ممتدة من خان يونس مباشرة إلى كل المناطق التي تحدثنا بها. بالتالي هذه منطقة مهمة محسوبة ومدروسة من الفصائل الفلسطينية، ولكن أيضا هي مدروسة من الجانب الإسرائيلي، لأنهم في عام 2013 وجدوا إحدى الأنفاق الممتدة من عبسان التي تحدثنا عنها الآن، وهذا النفق ممتد إلى الداخل الإسرائيلي، ووجدوا هذه الحفرة طبعا وأغلقوها لهذا النفق، ولكنهم عرفوا بأن الأنفاق تمتد إلى الداخل الإسرائيلي على مسافة ما يقارب الكيلو متر كامل، وأيضا أن الأنفاق تأتي على عمق 22 مترا، أي أكثر من 20 مترا على عمق الأرض. وهذا يوضح مع الشبكة المعقدة التي تحدثنا عنها وكذلك العمق لهذه الأنفاق، هي أنفاق ليست سهلة وقد تكون أكثر تعقيدا مما واجهه الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في شمال قطاع غزة الذي لا يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي نهائيا. والمثير بهذه المسألة أن الجيش الإسرائيلي نشر هذه المنشورات وطلب من المدنيين هذا الطلب وبدأوا يحشدون، ومن الممكن أن ينطلقون في أي لحظة تجاه جنوب قطاع غزة. المسألة أن هذا الإعلان جاء بعد 24 ساعة من ما جاء وتطور في مستشفى الشفاء. فالجانب الإسرائيلي فعلا بعد كل الإعلانات الكبيرة عن وجود الفصائل الفلسطينية وحركة حماس في مستشفى الشفاء، قاموا بهذا التصوير، ظهر به الجيش الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء، وأظهروا كيف أن الكاميرات مغطاة من قبل الفصائل الفلسطينية في إشارة إلى أنهم لا يريدون كشف تواجدهم وتحركاتهم وتحركات استخباراتهم ومقاتليهم داخل المستشفى. لذلك قامت الفصائل الفلسطينية بتغطية هذه الكاميرات كما تحدثت إسرائيل. كذلك أظهروا هذا الجهاز، جهاز الرنين المغناطيسي، ألا وهو الـMRI سكان، وأوضح بأن خلف جهاز الرنين المغناطيسي بأن هنالك حقيبة تتواجد فيها أسلحة، المزيد من الأسلحة في نقطة أخرى من المستشفى، هنا أسلحة أيضا. وأظهروا هذا طبعا هذه السترة الواقية من الرصاصات على ما يبدو، أو التي طبعا تحمل الرصاصات وغيرها، واضح عليها كتائب القسام في إشارة وفي دليل إلى أن كتائب القسام موجودة في هذه المستشفى. ولكن ما هو مثير للجدل وما أثار الجدل بشكل كبير هي هذه اللقطة التي نشروها، نشروا هذا اللابتوب وعليه صورة امرأة كما تلاحظون أو بنت، وهذه الصورة طبعا هي لمجندة إسرائيلية كما تلاحظون. هذه المجندة سبق وأن أعلنت إسرائيل في 30 أكتوبر، أي الشهر الماضي، بأنهم تمكنوا من تحريرها، وهي كانت أحد المختطفين من قبل الفصائل الفلسطينية من في 7 أكتوبر، وبأنهم تمكنوا من تحريرها نهاية الشهر الماضي. وهذا هو الذي أثار جدلا كبيرا، ما الذي تفعله صورة هذه المجندة منصورة أساسا عرضها الجانب الإسرائيلي والجانب الغربي أن تكون متواجدة في هذا اللابتوب بهذا الشكل، وبأنهم عثروا عليها وكأنهم عثروا على دليل قاطع عن شيء ما. بالتالي هو أثار الكثير من الشكوك فيما جرى، وهذا هو طبعا الذي جعل إسرائيل أيضا أن تشعر بالحرج، وأن يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي على موقعه، على موقع أكس على سبيل المثال، أن يحذفوا هذا المقطع كما تلاحظون المصور. هذا هو الحذف، وبعدها جاء التصوير وقاموا بتعديل هذه الصورة أو هذه اللقطة ليخفوا تماما اللابتوب كما هو واضح. وطبعا هم لمدة أكثر من 7 أو 10 ساعات هم متواجدين في داخل مستشفى الشفاء، وهذه كل الأدلة التي ظهرت أمامهم، مما يسهل على الناس، وبدأ يتحدث الناس وبدأ يتحدث المراقبين بأن هنالك ديس انفورميشن، هنالك مغالطة كبيرة جدا في المعلومات، وهنالك من يقول بأن من السهل جدا على الجانب الإسرائيلي أن يضع هذه الأدلة وأن يقول أن هنالك فصائل فلسطينية موجودة في الداخل. بالإضافة إلى ذلك، ولا صورة واحدة من الجانب الإسرائيلي عن الأنفاق التي تحدثوا عنها ومقر القيادة تحت الأرض في مستشفى الشفاء حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنها. وحتى الجانب الأمريكي تحدث عن مقر القيادة الموجود في مستشفى الشفاء والأنفاق وغيرها بحسب CNN في 48 ساعة الماضية. لاحظ بعد 24 ساعة اقتحموا مستشفى الشفاء ولا شيء نهائيا. بالتالي حرج كبير على الجانب الإسرائيلي، وبعدها رموا هذه المنشورات في جنوب قطاع غزة، وهو الذي قد يعطي تصورا بأن إسرائيل تريد الآن البدء باجتياح جنوب قطاع غزة لتشتيت الانتباه ونقل الأنظار من مثل هذه القصص التي جرت طبعا، أو قصة مستشفى الشفاء، ولإكمال العمليات بهدوء في شمال قطاع غزة. أيضا
لاحظ الجانب الإسرائيلي بشكل مثير للغاية بأن إيران لن تدخل في هذه الحرب، كما نشرت وكالة رويترز. كما تلاحظون هنا قالت بأن كان هنالك لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع المرشد الإيراني في طهران تحديدا في أوائل نوفمبر، أي أوائل هذا الشهر. والمرشد الأعلى كان قد اشتكى، لاحظ أنه اشتكى لهذا المسؤول الكبير في حماس أي إسماعيل هنية حول سبب عدم إبلاغه عن هجومهم على إسرائيل في وقت سابق. نحن ندعمكم، ندربكم، ندعمكم على أعلى المستويات، ولكن لم تبلغونا بهذه المسألة، وعلى هذا الأساس سندعمكم سياسيا ومعنويا، ولكننا لن ندخل في أي حرب مع أي طرف إلا أن كان هنالك هجوما على الداخل الإيراني. وبشكل مثير أيضا أن حزب الله اللبناني بنفس الوقت قال أحد القادة لحزب الله بحسب وكالة رويترز قال علمنا بالأمر بعد بدء الحرب، أي علمنا بالأمر بعدما اندلع كل شيء ولم نكن نعلم ولم يكن هنالك انتشارا في جنوب لبنان بالنسبة لهم، بالتالي كان مفاجأة رغم كل التنسيق الذي يعملون عليه إن كانت حزب الله أو إيران أو حتى حركة حماس. وعلى هذا الأساس هذا إشارة، وهذه إشارة لإسرائيل بأن الفصائل الفلسطينية بقيت لوحدها وهم قادرين على الانقضاض عليها وإنهاء هذه المعركة بأسرع وقت ممكن. وعلى هذا الأساس الأمور فعلا أصبحت معقدة للغاية بالنسبة للفصائل الفلسطينية في ظل هذه التطورات السريعة للغاية.